طبعا بشكركم على الفيديو واللي انتوا شفتوا الفيديو بتاعي، وفرحان جدا طبعا انكم الفيديو عجبكم وعجب ناس كتير الحمد لله، وده طبعا بشكر ربنا. والفيديو طبعا وصل لفنانين كتير، واكتر حاجه طبعا فرحتني انه وصل لاستاذ محمد رمضان. استاذ اسم رفع الدسوقي او اتقلدت وانا واقف؟ ده انت تيجي تمثل مكاني بقى. انا والله ما مش عارف اقلد اي حاجه، بس حضرتك حددي بحسني والله الحمد لله ان انا شفت حضرتك، ومش مصدق اللحظه الممتازه دي. بيني وبينك الفيديو الحمد لله جاب هم برضه. محمد ممثل موهوب جدا، ويعني بدايته بتفكرني بكل ممثل موهوب بدا. فكره التاثر بممثلين موهوبين، يعني ما بيقلد محمد سعد كويس جدا، عنده 19 سنه الراجل ده ما شاء الله، وانا يعني ربنا يقدرني ان شاء الله باذن الله وتشوفوه معايا قريب، لانه بجد ممثل موهوب. انا خبطت في الفيديو بتاعه كده بالصدفه على الفيسبوك، شدني ولقيته ممثل واثق من نفسه وموهوب، وبدايه مبشره ليه ان شاء الله باذن واحد احمد. شد حيلك يا بابا ان شاء الله. وثقه في الله ايه؟ ثقه في اللي انا جاي. ثقه في اللي انا جاي. استنوا الراجل ده، استنوا الراجل ده ان شاء الله. مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل في الفقرة اللي هتقتلنا كلنا ضحك. أنا مش هينفع أقول هيبقى معايا نجم واحد، لا هو مش نجم واحد، هو جامع نجوم كتير جدا. مش هقول لكم بقى مين ومين ومين ومين، أنا هخليه هو اللي يتكلم عن نفسه. معايا ومعاكم المشخصاتي محمد سيد الشهير بسيكا. ازيك يا محمد؟ ازيك يا هند، عامل ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ تمام. طب نورني النهارده يا باشا. قاعد نورك والله. قاعد مكسوف ليه؟ مش مكسوف والله، بس ريحه الاكل جننتني. بس انت بقى بتقلد مين ولا مين ولا مين؟ انت مشهور قوي خلي بالك. الحمد لله والله، مش قوي يعني الحمد لله، بس بقلد ناس كتير. الحوار اتطور معايا، يعني بدات بناس قليله، بعد كده الحوار اتطور معاك جدا، لانك اللي انا شفته على اليوتيوب وعلى البيج عندك انت معدي ال 2 مليون وال 3 مليون وال 4 مليون. الحمد لله، ما دي حاجه. اديني شويه من عندك. ده فضل من عند ربنا الحمد لله طبعا، وتوفيق طبعا من عند ربنا، وتعب ان انا بادئ الحوار من زمان قوي، وتدريجيا بقى يعني صحابي مثلا يقولوا لي انت ما تقلد ده، اتمرن عليه واجيب الشخصيه وكده لحد ما اظبط الشخصيه بالظبط. طب انا في سؤال عايز اساله لك بخصوص الحته دي. انت مثلا اول ما بدات يعني كنت قاعد كده في البيت وجربت مثلا اقلد محمد سعد الليمبي، جت معاك كده على طول، ولا انت حاولت لا انا عايز اقلد محمد سعد فبدات ان انت تشتغل على نفسك عشان تعرف تجيب التون بتاع الصوت وتعمل حركات والحاجات دي، جت ازاي؟ بص عموما هقول حاجه محدش عارفها. امي بتقلد بجد والله؟ بتقلد بس ناس في العيله عندنا وكده يعني. فانا واخد الحوار تقدر تقولي منها، واخد الموضوع ده منها، اللي هو بدات اقلد بقى في البيت ناس، مدرسين، اصحابي، بقيت بقلدهم في كلام، طريقه كلامهم والكلام ده كله. يعني بدات تقلد الاول صحابك؟ شخصيات عاديه. بعد كده انا بحب الكوره جدا، كنت بلعب كوره اصلا زمان، فمره واحده جت في معلقين الكوره. بعد كده الليمبي عشان افلامه كانت ساعتها مكسره الدنيا. مين اول حد قلدته في حياتك خالص بقى؟ كممثل ولا كلاعب كوره؟ ككوره. لا اول حد يعني بدات الاول بالممثلين ولا بتوع الكوره مثلا؟ بدات بتوع الرياضه الاول. مين اول واحد؟ كان اول واحد رؤوف خليف. طب انا عايز اسمع حاجه بقى. ماشي. رؤوف خليف هو دايما بيخش الماتش كده، زملائي الكرام شكرا في الاستوديو التحليلي هشام الخالصي وصديقي محمد ابو تريكه، والان نتجه لتشكيل الفريقين، الفريق الكتالوني على يدنا اليمنى وريال مدريد على اليد اليسرى، والان نبدا بتشكيل جيرارد بيكي، وهكذا بيخش بقى
بيذيع الماتش بالطريقه دي. انا بحبه جدا جدا. لا هو انت بجد يعني جبت التوم بتاعته، جبت يعني حركات. ما هو يا لما يقول يوزع ويوزع يوزع ده بتحب. مدحت شلبي بتهز. بقى شلبي دايما، مدحت شلبي طبعا هو مذيع عالمي، دايما بيحب ايه يعظم في الدنيا. يعني بيخش يا مساء الانوار عليكم وعلينا، النهارده احنا في اون سبورت حصريه، يخش كده على طول. طب كلم عمرو كده بصوت مدحت شلبي، قول له انت عامل لنا اكل ايه؟ طيب يا عمرو انا عايز اعرف انت عامل لنا ايه الريحه، يعني اقسم لك بالله وانا داخل كده حاجه روعه روعه الروعه. يا ترى النهارده عامل لنا ايه؟ انا شايف قدامك حاجات جميله جدا، بس يا ترى الحاجات دي لما تبقى في بعض بقى مستنيين حاجه روعه روعه الروعه. خلي بالك الكاميرات السبايدر جايباك، ومن هنا وهنا وطايره وحايره وهوبا، وهناكل كلنا ان شاء الله، هناكل وهنشبع هنشبع للصبح. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا هند. يا جماعه والله العظيم الحلقه دي هتبقى حلقه ضحك بس، يعني ان شاء الله سعادتك. مالك يا لمبي في ايه؟ وانا كلمت ساعتك، انا لسه ما قلتش حاجه، انا جعان. وديت وشك الناحيه، ما انا عارفه ان انت جعان، عشان كده انا عملت بقى مقلب في كل الناس اللي معانا. نعم احنا الثلاثه بس كده اللي هنتعشى على الهوا. طب في لنا الباب بقى كده عشان محدش، واحنا اللي هنتكل وهنتكل. جاهز يا عم؟ جاهز. الله يبارك لك يا عم الناس عشان نظبط الدنيا يعني. طيب محمد، في الفاصل احنا اتفرجنا على الفيديو بتاعك انت ومحمد رمضان. نمبر 1 الاسطوره. رفاعت الدسوقي وناصر الدسوقي. احكي لي بقى عن الفيديو ده، جه ازاي ورحت له ازاي وايه الدنيا كلها؟ والله انا يعني حاولت اختلف شويه عن الناس اللي بتقلد. لقيت الناس كلها بتتكلم في سكريبتات، طبعا ناس عظيمه كلهم، ناس فوق دماغ طبعا وبيقلدوا حلو جدا. محمد انت بتبقى مجهز سكريبت الاول ولا انت؟ لا هو بتيجي في اللي بيجي في دماغي بعمله زي ما انا عامله كده، ماسكه الورقه دي بس كده من غير سكريبت، بس زي اللي بيجي في دماغي بقول على طول. بس فلقيت مره واحده قاعد، كنت بذاكر، كان عندي فاينل ساعتها، فبذاكر في اغنيه قطر الحياه بتاعت استاذ احمد مكي، اشتغلت في دماغي، اشتغلت في الهاند فري، في الهاند فري. في فكره بقى اشتغلت، فبدات اغني معاها بس مش بصوتي. انا عارفه انت متلخبط ليه. ليه؟ علشان صوت الاكل. ما بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نروح نقف معاه كده ونشوفه بيعمل ايه؟ يلا يا باشا ونظبط الدنيا. تعالى بقى انت هتنورني هنا. وانا بعرف اطبخ بقى، مش قادره اقول لك، انا حريف الطبيخ. تعملي بشاميل؟ بعمل بشاميل. ولا ما بتعمليش بشاميل؟ لا انا بحب البشاميل جدا. انا بعمل بطاطس محمره. حلو. وبعمل بطاطس محشيه لحمه مفرومه. حلو. بعمل مكرونه وايت صوص. وبعمل ايه تاني؟ كفايه كده، ما بعرفش اطبخ عشان انت كده هتفضحني على الهوا. انا جوعت والله، انا شكل الحاجه قدامي. مع اني في الحلقات اللي فاتت انا اتفضحت على الهوا ان انا المهم. ولا ايه يا عمرو؟ اقعد بقى اسمع معانا. ها المهم بعد كده قلت اختلف عن الناس، فنزلت فيديو غنيت مع الاغنيه بطريقه الليمبي بقى والناس دي. فمره واحده لقيتها حلوه. طب قلت لو عايز حاجه قول لي وانا هديها لك. ماشي. قلت طب ما اظبطها. ما اظبطها كاغنيه. فدورت على التراك بتاعها لقيته. قمت عملتها فيديو. فنزلت الفيديو عادي زي اي فيديو بنزله، اخره 5000 عدد مشاهدات وخلاص ببقى انا طاير. مره واحده نمت. يعني نزلت الفيديو ونمت كده، كان الوقت متاخر. فصحيت على مكالمه من ناس صحابي يقولوا لي انت نايم؟ يا جدعان انا نايم. في ايه؟ اصحى انت مش لسه منزل فيديو؟ طب خش شوف الفيديو عامل ايه؟ عامل ايه يا عم انا عملت حاجه؟ ففتحته وبتاع شفت الفيديو. اتخضيت. اتخضيت فلقيت الفيديو 300,000 مشاهده. 300,000 مره واحده عمال بيعلى. ده على طول يعني بعد كام ساعه؟ بعد كام ساعه لقيته عمال بيعلى، نص مليون، مليون. فلقيت بقى بعدها لقيت المسجات طبعا كلها بلس 99 والكلام ده كله. فدخلت بشوف بقى في الريكوستات مين، فلقيت استاذ محمد رمضان. ولقيت امير كرارة واشرف عبد الباقي واكرم يعني حسن. نجوم كتير بعتلك. انا اللي هو معجبين باللي انا عامله ومشيرينه اصلا، واخدين يشير عندهم. فلقيت محمد رمضان بيقول لي حبيبي كلمني واتنورت وبعت لي طبعا بقى. انت بقى انا فاكر الموضوع فيك.
فاخدت الرقم فاتصلت فواحد رد عليا اسمه هشام. هشام من الناس اللي شغاله مع محمد رمضان. وراجل محترم جدا. بس فقال لي استاذ محمد رمضان عايز اشوفك. فقلت له ده امتى ده فين؟ فاكر برضه ان ده واحد صاحبي بيشتغلني. قلت له فين؟ فقال لي كذا 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 في الوقت كذا. قلت له طب تمام. رحت لحد ما رحت هناك يعني ما صدقتش غير لما شفت محمد رمضان. لا غير لما شفت العربيه تحت. شفت العربيه قلت بس انا كده في المكان الصح. طلعت بقى وبرده ما يعني لحد ما سلمت عليه وقعدت معاه ومفيش ما مش مصدق برده. بس بعد كده صورنا فيديو. الفيديو اللي احنا شفناه صح نزله عنده وانا كنت نزلته عندي بس وفي تواصل حاليا بس ربنا يكرم بقى ان شاء الله كده نلاقيك قريب عامل معاه فيلم كبير ومسلسل كمان ونلاقيك اشهر حد في الدنيا يا محمد يا رب. بس عايزين بقى نسمع حاجه دلوقتي. نسمع مثلا حمو بيكا ولا قطر الحياه ولا ايه بالظبط؟ بخصوص قطر الحياه نبدا بقطر الحياه. خلاص تمام تمام. ايه رايك يا عم؟ تمام ماشي يلا بينا. يلا بينا. ريدو برودكشن ريدو برودكشن. يعني الناس في الدنيا بتتغير حتى الحديث بيصدي وانا الوحيد واقف مكاني ثابت. في ناس اختارت سكة صابت ناس ثانية اختارت سكة خابت. احساس قاسي وصعب لما الناس تشوفك فاشل. ابوك وامك واخواتك واصحابك شايفينك عاطل. قوم يا ابني اسعى وحاول والله يغلب تحاول. ياما حاولت وقبل الجون ما يجي يطلع فاول. ما عنديش مهارة وحتى كوسة وحوستي حوسة ودوست بعد اخر بنزين بدوسة. في كل مقابلة شغلانة يتقال لي لف نفسك بتحتك مدد في جنب اي حيط وخد لك بوتة. رجعت فلات باك حسبت ان عمري 30 سنة لقيت. حسبت تاني وتالت واتخديت. ببص في المراية كم سعرايا بيدا لقيت. وابويا هو اللي لسه بيصف على البيت. بتعامل من عيلتي اعلنني عالة وحالت حالة. ثقة بنفسي راحت النجاح ده استحالة. نفسي اهرب من نفسي ومن حالته ومن عيلته ومن الدنيا. نفسي القى دنيا تانية اهرب ليها لو حتى ثانية. وفيهم قالها لي صاحبي واللي يدلك على الطريق. ما يفيدش الصاحب غير صاحبه اسمع من الصديق. قال لي في قعدة ضرب حلوة بالليل عاملينها. سألته هز ضحك قال لي بيسع قلت له هدمنها. قال لي متخافش مش ممكن تدمن من أول شكة. أقنعني بالليل فعلا شكت لي أول شكة. مفصلي ساحت وارتاحت وروحي واحد. بكلم نفسي من جوه وبغي ومن بره ساكت. همومي شبه تاهت والرؤية باهت في باهت. كل مشكلة كانت عندي في الدنيا ماتت وتاهت. عدت فعاد في ثانية لقيت الصحبة قايمة. دخلت بيت وش الفجر عيلتي كانت نايمة. دفنت نفسي تحت البطانية جسمي متلج. نمت في أقل من ثانية نومة واحد متبنج. قطر الحياة بيعدي بسرعة سنة في سنة في سنة. وأنا زي ما أنا من لما كان عندي سنة. هي دي الحياة. هو أنا زهقت طرقت من الحياة. تقدر تقول ملك لقيت وفقت رجعت تاني للواقع والعكننة. عدى النهار بطيء كأنه كان شهر وسنة. نفس النهار يعدي بسرعة واضرب تاني. ارجع مالك زماني بعيد عن العالم اللي فرماني. خلوني اضرب معاهم كل يوم وبتعزم. خلاص دخلت السكة والطريق بيترس. فاجئني صاحبي في يوم قالهالي في وشي خفة عوم. اجيب فلوس من اللي ولك نضرب كل يوم. شخشخ جيبك يمين قعدتنا دي تكون محروم. من النهاردة مفيش ضرب ببلاش مفهوم. روحت وتاني يوم في معاد الضرب جسم الكهرب. كربيك في داري ومناخيري سايلة وبتسرب. عاوز اضرب منين اجيب فلوس منين اجيب فلوس. بدأت استلف من كل اللي عرفوه وادوس. وحتى اخواتي خدت منهم ياما فلوس دروس. كله كرهني وبيهرب مني اتقلت عن نفوس. 50 جنيه 50% في 100% بسرق يوماتي فلوس من بيته كله شك فيا. نزلت بعت كل حاجة جاتلي في يوم هدية. خلصت فلوسي لحد في يوم ما جاتلي فكرة هي. دهب امي موبايل اختي لابتوب اخويا. سرقتهم نزلت اهرب من البيت وقفنا ابويا. حاول يمنعني مسكني من ايدي جامد زقيته. اتخبط في الحيط وبصلي ازاي ابني واذيته. خد مني كل حاجه وتربس الباب غضب. ساعتها طلبت اغرب حاجه ممكن تتطلب. عاوز فلوس حالا يا اما حطيت في جريمه. اتهمني بالجنون واداني كام ستين.
عشان كل الاوض بتتفتح عيلتي بتتفرج لسه بيستوعبوا يمكن ده جد يمكن ده نهار. سحبت بنت اختي 3 سنين ناحيه شباك هتقول فلوس نرميها فجاه ناد الارتباك. امي بكت بحوقه قدامي فقت بثواني رميت لي فلوس وبصوت عالي ما اشوفش وشك تاني. امشي مالكش ام يا ابغض من شيطاني. خدت الفلوس وجيت عالي مش راجع بيتي تاني. بس دي كانت قطر الحياه. ايه رايك يا عم؟ جميله طبعا تحفه صح؟ اقول الاكل هيبقى اجمل ان شاء الله يعني. عايزين ناكل اي حاجه يا عم؟ يا ريت يا حالا. هم عمالين يقولوا لي الحلقه خلاص الحلقه خلاص واحنا عايزين ناكل اي حاجه. هياكلوا وشنا بره يا عمرو. لا يا حبيبتي بس الاكل حلو. هنبدا بس الاكل حلو يا اختي. معايا خدت قطاطا. ايوه بقول لك ايه قطاطا قولي لعمرو أيوة. يخلص بقى. بقول لك ايه يا ابني؟ ما تقول كده عايزين ريحه الاكل جوعتنا. انت بقالك كام يوم ما اكلتيش يا خالتي قطاطا؟ انا بقالي 3 ايام والنبي يا اختي 3 ايام. يا لهوي صعبت عليا بجد 3 ايام والوضع اخر. ابني بنت 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 مش عايزه مش عايزه جبني يا اختي. ليه يا عمرو كده؟ مش كنت تجيب لها اي حاجه تاكلها؟ يعني ايه يا عمرو ما شاء الله يا ابني. يلا يا ابني عايزين ناكل. والله حرام عليك انا كمان جعانه بقالي يومين ما اكلتش يا عمرو. ايوه يا ابني حاجه زي الاكل. بصي هو خاف. حد فاهم حاجه. طيب في برضو في ترند ظهر كده فتره على على الفيسبوك شباب وبنات بيقلدوا حمو بيكا في الاغنيه بتاعت رب تكون ميزنا بميزه. بيحاولوا ان هم يجيبوا صوته ويقلدوه. انت بقى عملته بطريقه مختلفه صح؟ بتقليد الناس. الفيديو ده يعتبر اعلى فيديو عندي على اليوتيوب. جايب كام مشاهده؟ جايب 4 مليون مشاهده الحمد لله. ووصل لبيكا ماسكين الخشب ووصل الناس كتير ماسكين الرخام. بس الحمد لله يعني وصل ناس كتير وناس كتير عملت له شير على الانستجرام وعلى اليوتيوب وعلى الفيسبوك. الحمد لله يعني الدنيا تمام. طيب برضو في حاجه نزلت على التيك توك كل الشباب بتعملها بس ما يعرفوش هم فاكرين ان ده مثلا صوت الليمبي او ما يعرفوش مين الصوت الاساسي هو اللي عامله دول اللي هو بتاع تلات ترندات ركبوا على التيك توك. بس انا اصلا مش من الناس اللي هي بتنزل على التيك توك وبتحرك بقها والكلام ده كله. لا انا بنزل الفيديو بصوت انا. كان ايه هو فكرني؟ كان هم كان في 3 فيديوهات في ناسيني ليه وكان في نوسا والليمبي اللي هو بتاعت قول تاني كده وكان في هيفاء والليمبي. طب ثانيه واحده عمرو احنا كده حلقتنا خلصت فعايزين نشوف الاكل منظره معانا ايه. ماشي اكيد طبعا عايزين ناكل اي حاجه على الهوا والله. سعادتك لازم كلنا عشان هو بيعمل اكل ولازم حضرتك هنضربه بره والله كل هنا كل معانا. وحتى اي حد بس هناكل دلوقتي هناكل هناكل. بص هو بينزل اكل. طب عايز اسمع حاجه من ناسيني لي يعني لو تقولها لي دلوقتي كده لايف. ماشي هو كانت بقول لك يا بنت انوسه بما انك يعني متضايقه مني انا حابب اقول لك انا ما اقدرش ابعد ثانيه انا بعدك ماليش في الدنيا يا اول بنت عاس قلبي معاها انوسه الايام بقت مش هي يا ريت ترجع وحاسه عينيا حياتي في بعضك انت مش حايا. انا على فكره ما بكلمش النص انا بكلم بتكلم طبق المكرونه بكلم طبق المكرونه. بس هو عمرو عامل مشكله عمرو عامل مشكله بسبب الحوار بتاع الشيف ده من الصبح ولا انا مش هطلع النهارده خليني الاسبوع الجاي فهو ما جهزش اي حاجه بس الحلقه الجايه هيعمل لنا حاجات كتير. انت نورتني يا باشا عشان هم قاعدين يلا 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 انا كان نفسي الحلقه تبقى اكتر وقت, من كده بس ان شاء الله هتبقى معايا في حلقه ثانيه طبعا ونتكلم فيها باستفاضه اكتر. اكيد طبعا تنورتني جدا والله يا محمد بنورك والله يعني. انا عمرو حسابي معاك بعد الحلقه صدقني. وانت برضو يا عمرو نورتني وان شاء الله الحلقه الجايه تعمل اكل اكتر منور الدنيا يا عم. مشاهدينا وبكده تكون خلصت حلقتنا. الوقت كان قليل معلش الحلقه الجايه يكون معانا اكل اكتر. هناخد اغنيه لمحمد ونشوفكم الحلقه الجايه. باي.